يجي على ال طلع الكوب هوم ورك لا هوم ورك انا راح اخذها بعدين بعشوي اوكي ها كيف شو تبي شغل المايك يا السلام عليكم يو ون اوف فايف منو بودا بودا معروف بالماتش اب هذا يلعب معاي دائما بس في مستوى ثاني مستوى عالمي نشوف بودا شو يقدر يسوي بالماتش اب هذا طبعا الحين برول راح تحسون شوي ابطا لا لا مع في في ام واسرع اي يعني قاعد اشوف ما شاء الله ايش اسمه ماسك مع واو حلو يعني هذا اتوقع ادفانتج حق متى بعد بس في يعني إيه يعني ما راح تمشي على حركات ميتا نايت لا عارف الماتش اب وخاصة بالضبط خاصة الايتمز مالت السوت مال سامس هذه راح تلعب دور كبير تورنيدو لا اوكي نو فنش والله بيني وبينك مشكلتي كلش مو قاعد يلعب وهو مو بس عشان سليم يعني حتى اللي ضده ضده لاعب ما شاء الله يعني وهذا الثوم لا الحين الحين راح يحوش لسان ما يحوش لسان رد مش زين حلو خش رده هاي بوش مسكه حاول بس ياخذ الايتم بيس ويسوي فلايت 90 حاش اي جدا جميل لا الايتم دير بالك بالايتم حذفت الايتم اللي فوق الحين اشوفه على ما ترد والله ماخذ الايتم سوفي اللي هو اللاج اسمه تشوف يمشي في سريع فبالتالي يتوسل عليه انه ينحاش منه وقوي قرب وهذا الستوك وهذا ستوك 1 حق شو اسمه ثاني ستوك ثاني اوكي ثاني ستوك وللحين ما انطق جوز السامس راح قاعد اشوف ون سايد ماتش يعني حتى ما اتوقع راح يجيب حتى ون ستوك بودا اذا كذي قاعد يلعب صعب يسوي فيديو حق الاير دوج ويعطي وقراب واو ياخذ سهالات في جيم 1 عشان تعرفون هذا فرق المستوى بودا ما عنده لاعب ثاني؟ لا هو كان يلعب بيكاتشو وحول مكانه نلعب انا ويا الام كاميرون مات وحولها مني وحد يلعب بشكل مختلف بس بالجيم هذا للاسف مو قاعد يبين ممكن هو ياخذ الايتمات و يعني احسن مع الايتمات فراي انا ياخذ ايتمات ويقطهم برا اي على الاقل اي على الاقل اللي ضده ما ياخذهم صحيح هو المفروض يسوي فانش اخ شلون ما تسوي فانش حق مسكين زين زين احسن من الجيم الاول بس قاعد يقطع ايتم فوق مو راضي هو يبي يسوي يبي يستخدم الايتمات حق نفسه ما يبي ياخذهم برا هذا الايتم للحين الشولدر مال سامس موجود واخيرا طاح برا كان لاعب ثالث هذا ما لا طول بالسماش مالي ماكو ما سوى له فانش بعد تورنيدو بس مرحله يوشي ضايق شويه صحيح بروجكتايل نايس دوجينج نايس اوف شيلد جاب ثيرد از نوت سيف اون هيت نايس تورنيدو حلو كمل عليها لو ما قدرت كمل عليها داش اتاك از والله المفروض يعطي داونتس تورنيدو اجين بس ما يحوش المره يحوش بالستان ستانين نايس باك اير نايس واو وايد على الاقل بودا اخذ لك ون ستوك زين ياخذ ستوك اطلع له ليش ما يطلع له؟ يعني معروف ميتا نايت بال لا ميتا نايت المفروض يطلع له ميتا نايت معروف بالاير باتل بس شلون تسوي اجر حق زيوس لا تطلع له خلي فانسج
بس اي المفروض عندك سيبلك معروف انه يعطي اشقادات، ايسان معروف انه يعطي اشقادات، لازم تعرف الكاركتر عدل عشان تودي اوف سيج وتذبحه. يعني مو بس تعرف كاركترك انت، لازم تعرف كاركتر ضدك بعد. هذا ما شاف بعد.